قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. غريزان، هذا الفريق الذي إذا حقق صعود تاريخي إلى المحترف الأول، ويبدو معنا على المباشر رئيس فريق سرع غريزان عزي جلالي. هل أنت معنا؟ مساء الخير. ألو، السلام عليكم. مساء الخير. سلام، أنت معنا على مباشر من تلفزيون النهار. إذا صعود الفريق إلى المحترف الأول، ما هي يعني ماذا تقول حول هذا الصعود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب اللي وفقنا في مهمتنا، وهو صعود تاريخي مدته 25 سنة من الانتظار، والحمد لله ربي حققناه بفضل المجهودات الجبارة التي قام بها اللاعبين والإدارة والطاقم الفني بقيادة الشيخ بن يلس، له فضل كبير لما حققه الفريق. والحمد لله الدعم السلطات المحلية والولائية طوال السنة، وعلى رأسها السيد الولي سلمي اللي هو مشكور، اللي وقف مع الفريق الى اخر رمق من البطوله. الحمد لله الاثر تاعنا اللي تابعونا داخل الديار وخارج الديار هو اللي خلانا نوصلوا لهذا المكسب التاريخي هذا. عزيز جلالي، انت لا ترى انه منافسة كانت قويه هذا الموسم في المحترف الثاني، حتى يعني الجولات الاخيره يعني من المحترف الثاني تنافس كبير بين مجموعه كبيره من الفرق حول الصعود؟ نعم، التنافس كان كبير بين 8 فرق الى 10 فرق. نعم، الا ان هناك مستوى جد متقارب بين هذه الفرق هذو، هو اللي خلانا نلعبوا بكل شغل بكل ثقه في النفس، وامنا بالحظوظ تاعنا اخر جوله، والحمد لله ربي اللي وفقنا فيها. يبدو انك تابعت مباراه على الاعصاب، مباراه اتحاد البليده واولمبي المديه، كيف ذلك؟ لان مباراه كانت تتعلق بالصعود سواء بالنسبه لدفاع تاجنانت او سرع غريزان. لو كانت اولمبي المديه لو فاز يوم امس امام الاتحاد البليده كان يبقى ينافس سرع غريزان وكذا دفاع تاجنانت. هل عشت هذه المباراة أنت أيضا؟ لأنه المباراة كان فيها سوسبنس كبير وتوقفت كما هو معلوم لمدة 30 دقيقة ككل، يعني العديد من المرات المباراة كانت تتوقف، كيف عشت هذه المباراة أيضا؟ مباراة ما تنساش باللي مباراة بيننا وبين شباب البداية انتهت وانتظرنا 20 دقيقة ولا 30. نعم، احنا ننتظروا نتيجة مباراة اتحاد البليدة. نتيجة مباراة اتحاد البليدة مع اولمبي مدية عشناها على الاعصاب، بصح نقدر نقول اني كنت متيقن بتعديل نتيجة البليدة، يعدل النتيجة لان لعب بنزاهة ولعب بجدارة، خاطر كان توصلنا اصداء باللي هناك فرص تضيع وهناك الاخر اللي خلتنا نتفائلوا خير. والحمد لله ربي، نشكر اللاعب اتحاد البليدة هذا مسجل الهدف، كشغل راهم ينتظروا فيه في غريزان الشغف، هو اللي به وصلنا للقسم الاول. هل ستكمل مسيرتك مع سرع غريزان الموسم المقبل ان شاء الله والسنوات المقبله، خاصه ان الفريق صعد الى المحترف الاول؟ صدقني اخي، يعني بالتاكيد راح تقول لي مع على راس الفريق ستكون امام عين فكون في الجوله الاخيره، وتما ان شاء الله نحطوا البركه ربي، ان شاء الله يجي واحد يقود السارع في بلاصتي الى بئر الامن ان شاء الله. لماذا؟ لان عزي جلالي انت تقول بانك ستستقيل في الجوله الاخيره. نعم، ساستقيل في الجوله الاخيره. يعني تؤكد هذه المعلومه؟ اؤكد بشكل رسمي نعم. مع انه الفريق في المحترف الاول. الحمد لله يا ربي، وضعت الفريق في السكه الصحيحه، وخدمت باخلاص وخدمت بنيه خالصه، والحمد لله ما كانش عندي حتى اشكال مع المدرب ومع اللاعبين، وكان هناك شغل نيه في مجموعه، كانت كاينه مجموعه اللي فضلناها وصل الفريق لهذا الاخر، وغادي نخرج من الباب الواسع، ولاسباب شخصيه تفضلت الانسحاب.
هذه هي الأسباب، أسباب شخصية عزيزي. اسباب شخصيه وما عن مقاوله عندي وشغل انا المسؤول عليها، وما عنديش شغل واخد اخر يوقف مع الاعمال تاعي على هذا اللي وشويه صعبه. ما كانت اول موسم لي تجربه في شغل صعيب شويه البالون في البطوله الجزائريه. عزيزي جلالي كنت معنا على المباشر من تلفزيون النهار، شكرا جزيلا لك. ما يعطيك صحة أخوي، بارك الله فيك. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.